بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ إن شاء الله بخير. اليوم عندنا محاضرة الهيموستاسيس أند ثرومبوسيس، راح تكون إن شاء الله بهم يعني بحلقة واحدة مثل ما تعودنا على الحلقات السابقة. بالنسبة إلى ما يخص محاضرة الهيموستاسيس، هي راح نحكي شوي عن تخثر الدم. يعني فكرة هاي المحاضرة باختصار شلون من انجرح شلون الدم يوقف عن النزيف تلقائيا، يعني بظل بعد ما تنزف، يعني اول مره تنزف راح يوقف النزيف. شلون راح نسولف، ندخل بتفاصيله. والجواب مالتها تتكون خثره صغيرونه حتى السم تخلي الدم ما يطلع. انا راح ناخذ فكره زين، هاي اذا الخثره صارت بيها مشكله وما راحت بعد وظلت تنمو داخل البلود فيزل، ايش راح يصير؟ هم راح نحكي عنها. بس هاي الحاله شنو راح تكون؟ راح تكون حاله مرضيه، باثولوجيكال، اي يعني الجزء الثاني من المحاضره اللي هو الثرومبوسيس. نتوكل على الله. طلاب، بالنسبة لبداية المحاضرة، الدكتور حسان، طبعا هي محاضرة على طب الزهرة، نخلي تساؤل كبداية. يقول why don't you bleed to death from a minor injury؟ يقول لك الستة من تنصاب minor injury، minor يعني فدتشي في الجرح بسيط، ليش ما تظل يعني شو نقول تنزف؟ هنا أكيد خلى minor، ما خل يعني نقول مثلا واحد مضرب طلقة، هنا أنا منطقيا تكون فتحة قوية ويظل يجوز ضارب شريان إلى آخره ويظل ينزف هو. لا، بس يقول هسه مثلا انجرح جيد، قص مثلا فشي يعني بسكينه وقصيت صبعك، يعني مو قصيته كله يعني هيك انجرحت زين، يقول ليش ما الدم يضل يطلع وانما انت تشوفه بالطبيعي؟ لا، شوي شوف الدم انا بتشوفه يوقف، ليش ما تظل تنزف الى ان تموت؟ شوف الى الديث. طبعا هذا التساؤل هنا جوابه مالته هو تقريبا الفكره الاساسيه مال المحاضره. هنا طبعا جواب ما موجود، جبت لك اياه. The body prevents excessive blood loss through، يعني يقول لك الجسم يمنع فقدان النزيف الدموي المستمر عن طريق عملية تسمى الهيموستاسيس اللي هي تخثر الدم. تمام. This process involves several tightly regulated steps. انت تخثر مو رأسة صار تخثر، انجرحت رأسة صار تخثر، لا، اكو عمل خطوات الصير الى ان توصل الى مرحلة التخثر بحيث يكون تخثر وبعد الدم ما يطلع. منها فازو كونستركشن اللي هو تقلص الاوعية الدموية، هاي كلها راح نسولف عليها هسه، وتتكون بلاتلت بلاك اللي هي الخثرة، وتبدأ سلسلة الكواجيليشن كاسكيد. أي مشكلة بهاي العملية راح تأدي لك إذا قلت العوامل تسوي تخثر. تخيل يعني أنت هسه التخثر كأنه عندك نهر وجاي يصب ماي زين، وجيت التخلية السد، هذا السد هو شغلته يوقف النزيف. إذا العمال مثلا هذول اشتغلوا 100، إذا ذولا صاروا مثلا فد مشكلة صاروا بجيت 50 واحد ما راح يقدرون يخلون سد، فما راح يوقف النزيف. فهنا يصير عندك شنو؟ deficiency نسميها مرج، إذا صير عندك نزيف يستمر زين. إذا صدفة أن صاروا أكثر من الشخص، جو 200 شخص، فراح يصير سد كلش قوي، فممكن يكبر السد إلى الأعلى أعلى وممكن يسد مجرى الدم كله، فنسميها الثرومبوسيس. تمام. فإذا عندنا حالتين مرضيتين يحاول يوازن الهيموستاسيس. زين، شنو الهيموستاسيس؟ الهيموستاسيس هو بروسيس، يعني هي عملية اللي يسوي initiate and terminate blood coagulation، تبدي عملية تنظيم coagulation مال الدم مال التخثر وإلى انتهية. طبعا يعني أنت من تتكون خثرة أول شيء ظلت تنزل، كوننا خثرة نبي الجسم بعد يعالج المكان الجرح يكمل، بعد هاي الخثرة ما أحتاجها لازم أشيلها، لأن إذا بقت ممكن تكبر 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 وسد مجرى الدم كله، وهنا صير شنو عندي حالة الجزء الثاني من المحاضرة يسمونه ثرومبوسيس. فأكل نظام يسمونه الفايبرولايتيك سيستم، هو راح نحكي هذا شو فايبرولايسيس، هذا شيء يسوي ورا ما تكمل جرح وبعد خلصت السالفة، فيجي يحلل الخثرة وأخلص من عنده ويرجع كل شيء إلى طبيعي. زين، شنو الفائدة من الهيموستاسيس؟ يعني أنا جسر عندي هيموستاسيس، شنو الفائدة منها؟ أول شيء عندك تمينتين بلود الدم من يعني بجسمك يكون يبقى بالحالة السائلة. تمام. فهذا اول شيء ان المنتين بلود ان فلويد ستيت. بعد فلويد بليدنج ات ذا سايت اوف انجري، يعني شنو؟ انت الارست، يعني انت صاير عندك نزيف، فالهدف شنو قلنا؟ ان توقف هذا النزيف، فيسوي لك ارست بالبليدنج، يعني يسوي لك تخثر حتى الدم ما ينزف. بعد شنو عندك؟ limit the process of the viscosity of the damage، يعني إذا صار عندك نزيف ممكن يؤدي إلى مشاكل بالمكان ما تجرح وأماكن أخرى، فشو نقول نحد المكان المشكلة بمكان واحد فقط اللي هو عملية الهيموستاسيس. وكذلك أخير شيء مثل ما قلت لك لازم يشيل البلاك من الهيلينج كومبليت، بعد وصارت تمت الاستشفاء فنشيل البلاك اللي هي الخثرة يعني.
هاي البلاك نشيلها بعد حتى بعد نرجع كل شيء مثل ما كان. زين بالنسبة إلى الهيموستاسيس يقول لك تركز على ثلاث شغلات أساسية، واحدة مرتبطة ويا الثانية. البلود فيزل وول اللي هو واسع، خلنا نرسمها. شوف يقول لك the normal hemostasis، يعني الهيموستاسيس التخثر الطبيعي اللي ما بيه أي مشكلة. من يصير عندك vascular damage يعني بالفيزل، يعتمد على ثلاث شغلات يتم بيناتنا. أساس عندك فيزل فصارت عندك مشكلة بيه، فالأشياء الأساسية اللي راح لنا يشتغل نسوها حتى يوقف النزيف blood vessel wall، هذا blood vessel wall heart، والplatelets اللي هي صفيحات الدموية موجودة بالدم، وأكو coagulation factors راح نحكي عنهن يساعدنا بعملية التخثر. فأنت تعتمد على blood vessel والplatelets والcoagulation factors. زين هاي خليها ببالك. زين شنو عملية الهيموستاسيس؟ هي عملية قلت لك تتضمن شو نقول عدة عمليات أساسية. طبعا خلينا نرجع لها حتى هاي أشبه لك إياها. تخيل تريد تبني بيت، فأنت أول شيء تحتاج أرض حتى تبني بيها. هاي تخيلها البلود فيزل، أوكي بلود في بي في بلود فيزل. زين وتريد تخلي هذا شلون تبني بالطابوق؟ الطابوق شنو تخيله؟ هي البلاتلس، اوكي البلاتلس. زين تريد تخلي سمنت بين طابوقه وطابوقه، هن الكواجليشن فاكتورز اقرب شيء للفكره هاي. تمام زين شنو الاشياء اللي تتضمن عمليه الهيموستاسيس؟ نرجع لها مره ثانيه بس هذا هن يعني الجواب عليه. بلود فيزلز مثل ما اتفقنا، الارض يعني الارض تبني عليها، البلاتلس الطابوق، كواجليشن فاكتورز اللي هن السمنت، انهيبيترز يعني بين قوسين انت خب ما نصر جرح تظل تكون خثرة وظل الكواجيليشن فاكتورز انه ذن يساعد الخثرة، لازم توصل مرحلة بعد كافي توقف الخثرة، فعندك انهيبيترز. او كذلك انت اصلا تحتاج ذن دين هسه مثلا انا ما عندي شيء مثلا ما مجروح بعد ليش يصير عندي كواجيليشن، فلازم عندي ذن الانهيبيترز يوقفن هاي يخلنها من عنها من الشغل ذن اذا اشتغلن يسوي لك تخثر. هذن شغلتين يقول لنا وقفي ما اريد تخثر ما عندي جرح، اوكي. والفايبرونايتك سيستم اللي قلت لك هاي منكمل وترجع الامور طبيعيه يجي يحلل الخثره حتى نخلص من عدم. يعني قلت لك اذا وقت ممكن يسوي لك مشكله وتوصل الى ثرومبوسيس. هاي عديتها مره ثانيه تو نحكيناها من الساعه. اي ديفيشنسي او exaggerations راح تؤدي لك اما الثرومبوسيس اذا هواي صار عندك خثره، او اذا العوامل مثلا صاروا 50 هم كانوا 100 صاروا 50 ممكن هيمرج، 100 صاروا 200 ممكن يصير عندك ثرومبوسيس. الفكره كالتالي. زين حتى تصير عندك تخثر اكو خطوات steps in hemostasis. انت هسه عندك hemostasis تخثر تريد تسوي شنو؟ الجسم اول شيء يسوي vasoconstriction. تخيل مثلا هسه انت صبعك مثلا، انت تخيل مثلا صبعك الابهام زين هذا مثلا صار بي مثلا جرحت. اول شيء اللي اكو مثلا او شعيرات دمويه والدم الواصل لهنا ايش راح يصير بالبلود فيزل؟ راح يصير فازو كونستراكشن. شوف يعني المساحه تصغر ناروينج يصير. هاي الكلمه مفردات بعد اعتقد صارت بسيطه شبعنا من عندها. فستيبس ريديوسز بلود فلو اقلل الدم الواصل، وبالتالي الدم الواصل قليل فش راح يصير؟ فقدان الدم من جسمي راح يقل لي ما جا اوصل دم انا هذا المكان، يعني هذا المكان شو نقول مفتوح الى الخارج، بس انا قللت سويت فازو كونستراكشن فما افقد دم. زين هاي اول شيء فازو كونستراكشن. زين وراها شنو راح اسوي؟ بلاتلت بلاك فورميشن بعدين تكون الخثره، وهاي الخثره مال بلاتلت شنو اسميها؟ البرايمري هيموستاسيس. اوكي هاي خليها ببالي شنو اسميها؟ البرايمري هيموستاسيس. البلاتلتس تجي ادهير تو ذا سب اندوثيليال كولاجين. هاي راح نعيدها هواي هسه بس خلينا نفتهمها راسا من البدايه. هسه انت عندك هذا بلود فيزل، اوكي هاي طبقه مثلا الاندوثيليال، هاي جماعه الهيستولوجي اخذناها تو شو اوف ذا بودي. هاي عندك طبقه الاندوثيليال، تحت الاندوثيليال عندك طبقه كولاجين مثلا. هسه ماكو رسمه يعني واضحه خلينا اياها مثلا هاي كولاجين، فتجي مثلا صار عندك هنا مشكله يعني راحت، فتجي الاندوثيليال ترتبط البلاتلس ترتبط ويا الكولاجين عن طريق ريسبتورات والى اخره، راح هسه نحكيها بالتفصيل. المهم انت تعرف ان اول شيء فازو كونستراكشن بالستبس اذا طلب من عندك تقول له تتكون البلاك نسميها برايمري، البلاتلس تجي ترتبط بالسب اندوثيليال كولاجين وراح تغير شكلها وراح تفرز جرانيولر كونتنت. هذا شنو معلومات هسه عامه، هسه راح ندخل بالتفصيل وراها. وراها هسه من ارتبطت وصار بلاتليت شو راح يصير؟ راح يصير اكتيفيشن اوف كواجيليشن كاسكيد اللي هي ذن سلسله بحيث انزيم يتحول الى انزيم انزيم الى انزيم انزيم على مود تسوي عمليه كواجيليشن. هاي شو يسموه سكندري، اوكي. فاذا البرايمري من هو؟ اذا قال لك امسك منو البرايمري هيموستاسيس؟ هل هو الاكتيفيشن اوف ذا كواجيليشن كاسكيد البلاتليت؟ فتقول البرايمري هذا، واذا سكندري ذن
زين شنو يصير بالسكندري بالكواجليشن؟ انفول فورميشن اند كروس لينكج اوف فايبرين. يعني عندك الفايبرين مثلا تخيل هذا فايبرين وهذا فايبرين يظلون يرتبطن وحده بالثانيه حتى شنو يكون لك شلون الشبشه بحيث تكون خثره كلش قويه وما ماكو دم بعد يشرد من الخارج يعني يصير نزيف. اوكي شوف ارست يعني شلون يقيد فقدان الدم. زين الاندوثيليوم شنو؟ الاندوثيليوم تخيل مثلا هسه اذا عندي هذا مثلا هسه هذا بلود فيزل مثلا تخيل يعني مالك في الصوره عادله تخيل عندك مثلا هسه هذا فالاندوثيليوم هي هاي الطبقه الموجوده كلش واصلا البلود فيزل يكون قليل ف بالطبقات فهاي الاندوثيليوم. اوكي بالكارديوفاسكولار مسؤولين عنها اكثر تفاصيل. زين بالنسبه للاندوثيليوم خلينا نفهمها هي اندوثيليوم بلايز سنترال تلعب دور اساسي بعمليه الهيموستاسيس. اوكي انا عندي هسه تخثر هذا التخثر اما يصير او ما يصير. زين يمتى يصير انا عندي تخثر؟ يصير عندي انا تخثر مثلا هذا موجب اذا صار عندي جرح، ما يصير عندي تخثر اذا ما عندي شيء انا. فهو عباره عن ميزان هذا الهيموستاسيس. عباره عن ميزان تمام؟ عباره عن اشياء تمنع التخثر، شنو نسميها؟ انتي ثرومبوتيك، اوكي؟ انتي ثرومبوتيك، والاشياء اللي تسويها نسميها برو ثرومبوتيك. هسه تقولها وين موجوده حكي هسه راح نشوفه بقى. بس هو شنو جاي يقول لك؟ ليش اتطرق الى عنوان اسمه اندوثيليوم؟ يقول لك طبقه الاندوثيليوم هاي هي اكثر طبقه قريبه للدم، وبيها فد ريسبترات، بيها فد تراكيب، نحكيها بصوره عامه، فيها تراكيب، اشياء ترتبط بها البلاتلس. وكذلك اكو مواد تنفرز الى اخره من السيتوكاينز. فهذن المواد ينفرزن، اكو مواد من ذن اللي ينفرزن يمنع عن التخثر اذا انت انسان طبيعي حاليا ما عندك جرح. واكو لا من يصير عندك جرح ينفرزن ذن البروثرومبوتيك. اوكي شوف فهي عباره عن بالانس ميزان ما بين الانتي ثرومبوتيك والبروثرومبوتيك. اوكي زين ذن يحددن اذا صار هيك الميزان يعني منو الاثقل انتي ثرومبوتيك ما يصير عندك تخثر. زين واذا صار هيك الميزان معناه منو عندك جرح يصير الثرومباتيك. اوكي زين هاي المفردات راح نحكيها تالي هسه توضح. زين هسه نجي اول شيء الانتي ثرومباتيك يعني شنو؟ يعني اشياء تمنع تكون الخثره. من ذن عندك واحد اي بي سي او واحد اثنين ثلاثه. اوكي عندك افكتس شنو تاثيرات يعني موجوده هسه انت هاي هسه هاي طبقه الاندوثيليوم هاي طبقه الاندوثيليوم مثلا شوف اندوثيليوم وهاي الأنوية مالتها وهاي طبقة مثلا الكولاجين. زين اكو مميزات من موجودة هسه حاليا راح أشر عليها ذن شنو يفيدن؟ انه يمنع عن عملية التخثر اللي تصير بالدم. يعني انت اذا صار عندك تخثر بالدم وانت طبيعي اكيد راح تموت يعني الدم كله يتخثر الى ان تموت. زين من ذن الانتي بلاتلس من اسمها انتي يعني ضد بلاتلس صفيحات يعني تمنع الصفيحات الدموية تجي ترتبط مثلا هنا طبقة الاندوثيليوم. مثل منو؟ مثل شوف مثلا بي جي اي 2 بروستاغلاندين نيتريك اوكسايد اللي هو ان او وكذلك مثلا ادينوسين دايفوسفيت اللي هو اي دي بي اس. شوف هاي موجودات هنا عندك بي جي اي 2 اللي هو بروستاغلاندين انهيبيترز ونيتريك اوكسايد واي دي بي اس اللي هو ادينوسين دايفوسفيت اس. هذنا شنو شغلتين؟ هذنا شغلتين انهبت بلاتليت اجريجيشن يعني ما يخل من هنا جاي تمشي البلاتليتس ما يخلنها تجي ترتبط هنا باي. ليش؟ لان موجود هذنا. تخيل كانه بلاتليتس مثلا فد عدو يريد يلزق هنا يدخل هاي الارض بس انت عندك هذا الجيش بي جي اي 2 ان او ادينوسين دايفوسفيت يمنع هاي العدو انه يدخل الى الارض. زين اكو انتي كواجلنت فاكتورز يعني تمنع التخثر بصوره عامه مثل الهيبارين ماده الهيبارين والثرومبوديولين وكذلك التشو فاكتور. هاي كلها حفر وهذه وهذه ذن شنو؟ هاي انا اشر لك عليهم مثلا الهيبارين وين مخليه مثلا هما شوف هسه هاي الهيبارين هسه هذا المثلث الاحمر هو الهيبارين هذا ال ايش صاير شنو هالشكل. المهم تشو فاكتور باثوي انهبيترز ومثلا عندك هذا البيت مثل ثرومبوديولين هاي واحد اثنين ثلاثة
لأن شنو شغلتين يمنع الأنتي كوهاجلنت. أوكي، فإذا قال لك بالإم سي كيو ثرومبوديولين إنهبت وات أنتي بلاتلتس لو فايبرونايتك اللي هو أنتي كوهاجلنت، لا تقول هو أنتي كوهاجلنت. زين، تبقى الفايبرونايتك إفكت اللي هو شنو، هذا شغلته، شغلته يحلل الخثرة، خاف تتكون خثرة بالغلط هو يحللها. مثل منو؟ مثل البلازمونجين أكتيفيتر اللي هو مختصرة تي بي أي. أوكي، هنا نشوفه موجود ولا لا، خلينا له لا، بلازمونوجين اكتيفيتر ما ادري وينه، مهم يجوز موجود قدامي حاليا ما جاء انتبه عليه. فالمهم اذا الثلاث عوامل شنو يمنع تكون الخثره. اوكي، فانت كانسان طبيعي ما صار عندك هاي التخثرات، هذا هو البلازمونوجين، شوفه مختصره تي بي اي. اوكي، فيفعل عملية الفايبروليسيس، يمنع اسمه فايبرين، يعني فايبرين اللي هو هذا أحد مكونات الخثرة، لايسيس محللها، يعني فإذا تكونت خثرة وأنت ما عندك حاجة تكونها، فهذا شنو يفعل الفايبروليسيس في حيث يحلل الخثرة ونخلص من الخثرة ونحقق الهدف الأساسي من الكفة الأولى من الميزان اللي هي أنتي ثرومباتك. زين، بالنسبة للبروثرومبوتك هاي تصير مثلا عندك سيل إنجري، مثلا إندوثيليوم في المشكلة صار بي أو الى اخره، بحيث تحتاج تكون خثره فتفعل منه الكفه الثانيه اللي يسموه بروثرومبوتيك. اوكي، ف بالضبط هنا عندك مثلا هم نفس الشيء، مثلا انتي بلاتلت هسه بلاتلت، مثلا العفو انتي كواجلنت هسه شوف بروكواجلنت، مثلا فايبروليسيك افكت هنا انتي شوف صارت هنا بالعكس، ركز لين هو الفايبروليسيس او فايبرينولايتيك هو شغلته يحلل الخثره، بحيث انت من تريد تكون خثره فتجيب شيء يمنع هذا. ليش؟ لين هذا هو شنو شغلته، هدفه يريد يحللها، انا شنو اريد موجوده الخثره فامنع، بس من ما اريد اكون خثره هذا شغلته هو شنو يحلل الخثره، وانا ما اريد خثره فشنو ما اجيبه هو يعني نفسه يحلل لي اياها. تمام، اتمنى يعني الفكره جاي توصل يعني خصوصا بهذا الموضوع. زين، هسه بلادت مثلا صار عندك انجري بالطبقه الاندوثيليال. اوكي، فراحت الطبقه الاندوثيليال مثلا، فرض هاي طبقه الاندوثيليال راحت، فهنا راح يصير دم وهنا كولاجين راسته، ف اكو فد ماده او تركيب شنو اسمه فون ويلبراند فاكتور اللي هو مختصره في دبليو اف، هذا من يجي راح يخلي البلاتلس ترتبط بي. اوكي، وهسه راح بالصوره بالسلايد ورا موجود التفصيل. بروكواجلنت افكت مثل امين هنا سايتوكاينز، مثلا تيومر نيكروسيس فاكتور، واتذكر ماخذينه بالسيشن الاول، روحوا ما يذكره تي ان اف، انترلوكين 1 وهم اخذنا والله كتبوا لي شنو فايت انترلوكين 1، ومكونات بكتيريه الى اخره اللي هم تفرز ان تيشو فاكتور، واهم واحد الثرومبوديولين. هذانا شنو؟ خلنا نحددهن هسه هنا، هذا بالنسبة للبلاتلت، بالنسبة تي ان اف عندك انترلوكين 1، عندك كذلك البلازموجين ثرومبوديولين عفو. زين، بالنسبة للانتي فايبروك منو مثلا؟ مساع شنو حكينا قلنا تي بي اي. اوكي، فهنا لا ما نريده، يجي منو انهيبيتر اوف بلازموجين اكتيفيتر، يعني هذا بلازمونوجين اكتيفيتر، من يسوي له انهبيت يعني سالب، هذا بي اي اي اللي هو بلازمونوجين اكتيفيتر، الاي يعني انهبيتر واس يعني اس جمع انهبيترز. اوكي، ما ايش عجب ما مخلي صوره، لا شوفها هاي التفصيلات هسه، مثلا هذا من صار عندك هنا فد كسر او ما موجوده بعد الهاي صار انجري، فعندك هذا الاحمر هو فون ويلبرند فاكتور. اوكي، فهاي البلاتلس هي البرتقاليه تجي معلينا هسه الريسبترات، هسه راح نحكي بالتقدم. المهم تجي ترتبط بهذا. زين، فاذا صارت طبعا هذا بي مشكله راح يؤدي لك الى امراض، بس المهم اريد منك تعرف ان هذا شغلته يخلي البلاتلس تجي ترتبط به. اوكي، زين، شوف مثل ما قلت لك هاي طبقه الاندوثيليوم، تمام، وهاي سب اندوثيليوم. اوكي، نجي الى البلاتلس. اوكي، مثلا هذا شكل البلاتلس صايره بهالطريقه، الصفيحات الدمويه، شوف هاي الخيوط الفايبرين والى اخره مكونه. زين، البلاتلس بلاي ا كريتيكال رول ان نورمال هيموستاسيس، يعني تلعب دور اساسي بعمليه الهيموستاسيس. اكيد هو منو من الاساسيين بالعمليه الهيموستاسيس؟ البلاتلس، الصفيحات الدمويه. زين، ايش قد عددهن؟ عددهن اذا تريد احفظها 400 فيها 10 اس 9، تمام، 400 مليار اعتقد، من 150 الى 400 في 10 اس 9. اوكي، باللتر الواحد، يعني باللتر الوحده مال دم تلقى بهذا العدد. زين، من يصير عندك انجري بلاتلس انكونتر اكسترا سيلر ماتريكس
كونستيتوتس كولاجين اللي هو راح تتعرض الى الكولاجين يعني حتى ترتبط بيه تو حكينا، والجلايكوبروتينز اللي هو جي بي مختصره هسه راح هو نقرا such as هذا فون وول براند فاكتور. المهم من هذا السلايد اريد اعرف اريدك تعرف انه هو دور اساسي تلعب بالتخثر عددها هالقد وترتبط بالجلايكوبروتينز. هسه راح نحكيها بهاي السلايد. فهسه انت هسه عمليه صارت عندك جرح، شلون راح تصير عندك الكواجليشن؟ مش هسه حكيناها شلون تقول بصوره يعني عام فازو كونستراكشن بلاك هايبلا انتين من انه اعرف شلون يصير زين بلاتلت بلاك فورميشن قلنا راح ترتبط بالطبق، بس هسه راح نجي بالتفاصيل شلون ترتبط وراها هم من السكندري هم راح نجي بالتفاصيل. هسه نجي لهاي البرايمري. زين انت هسه عندك صار قلنا انجري مثلا معين هنا فتعرضت الى السب اندوثيليال معرضه الى الدم مثلا اللي هنا، فاول شيء البلاتلت لازم تجي ترتبط بهذا المكان مال الجرح. خب ما ترتبط باي مكان بس المكان اللي بيجرح. زين بلاتلت ادهيجن من تجي ترتبط هي راح تبدي بعمليه تكوين الخثره كاساسي. فشوف ادهيشن تو اكسترا سيلر ماتريكس هذا بديت لارج فيا انتراكشن وذ منو فول وفون ويل براند فاكتور. يعني هذا شوف لون شويه اوضح هسه هنا هذا ما ادري هذا هو راح يخلي البلاتلت ترتبط ويا الاكسترا سيلر ماتريكس اللي هو الكولاجين عن طريق منو الفول فون ويلبرند فاكتور. اوكي زين زين شلون ترتبط بيه؟ يعني لازم هي عندها ريسبتر شوفه هسه هي هاي البلاتلت وهذا فون ويلبرند فاكتور هو عباره عن اداه وصل يخلي ما بين البلاتلت والاكسترا سيلر. زين شلون تربط؟ اكو ريسبتر بالبلاتلت شوف هذا اللون بالاخضر يسموه جي بي اللي هو جلايكوبروتين مساحه كده شنو اسمه جي بي 1 بي اوكي او ال بي ما ادري يمكن 1 بي يمكن 1 بي جلايكوبروتين 1 بي. هذا الريسبتر مختص انه يرتبط ويا من ويا الفون والبرند فاكتور. اذا صار عندك نقص بهذا الفون والبرند فاكتور فمشكله صارت يعني بهذا المريض فراح يصير عندك مرض وهذا مهم طبعا كلش مهم السلايد وهو هاي الصوره على مهم جدا جدا اوكي هذا جدا مهم تخليه ببالك. زين اذا صارت عندك في المشكله ما في هذا يعني الفاكتور فان راح يصير عندك مرض اسمه فون والبرين ديزيز. هذا يجي كم سيكو او سؤال. زين هسه فهمنا اول شيء الادهيشن الارتباط شلون ارتبطت. زين هسه اريد افعلها. زين ايش راح تسوي البلاتلتس؟ راح تفرز لك جرانيولز. جرانيولز هي حبيبات الفا جرانيولز الاسامي مالته الفا جرانيولز وجاما جرانيولز. ورا ما سويت سون افتر اديجين مصات اديجين فرزت لك منه الالفا والبيتا جرانيولز. زين الممبرين الغشاء ايش راح يسوي؟ راح انكريز ان ذا سيرفيس اكسبريشن اوف نيجاتيفلي تشارج فوسفوليبيدز. الممبرين هذا اللي عندك راح يظل يفرز لك فد شحنات سالبه اللي هي من مين اجت هاي الشحنات السالبه؟ من الفوسفوليبيدز. اوكي ماده الام ار اول سيشن اخذت الفوسفوليبيدز نيجاتيفلي تشارج. شنو الفائده؟ لان راح يسوون مناطق ارتباط للكالسيوم والكواجليشن فاكتورز. الكواجليشن فاكتورز لان عوامل يؤدن الى التخثر والكالسيوم. فانت هسه شنو اجت البلاتلتس وارتبطت عن طريق الفون والبرند فاكتور قلنا وهاي اول خطوه اللي هي اسمها اديشن. وراها الاكتيفيشن فرزت لك جرانيولز الفا وجاما فراح شنو يتحول الى شنو سالب الممبرين عن طريق هاي السالبين اجت من الفوسفولايبيز. من جت من الفوسفوليبيدز العفو راح تصير كانها مناطق الارتباط. ليش يتحول السالب؟ لازم اكو هدف حتى تصير تجي منو يرتبط بها الكالسيوم والكواجليشن فاكتورز. وراح يصير اكو تغييرات شكليه هاي الشغله كلها حتى يصير تغييرات شكليه بالبلاتلتس اللي هو مالتها تطلع لها ريسبترات جي بي 2 بي و 3 اي. شنو هذا فايدته؟ يرتبط بالفايبرونجين. باو قلت لك الاخضر شنو اسمه؟ جي بي ال بي 1. من اجت ارتبطت راح تفرز لك شنو؟ جرانيولز منو؟ الفا وبعد جاما يخلن الممبرين سالب بالفوسفوليبيدز تجي على من شنو؟ ترتبط بالكالسيوم والكواجليشن فاكتورز. راح تصير تغييرات شكليه بالفايبر بالبلاتلتس بحيث يطلع لها هذا مثلا هذا قدامك ريسبترز. شو اسمه هذا الريسبتر؟ جي بي نفس الشيء بس ركز هذاك اسمه 1 بي هذا 2 بي و3 بي كومبلكس. اوكي زين شنو فايدته؟ ترتبط بالفايبرونجين. شنو الفائده؟ ترتبط به الفايبرونجين. اتفقنا؟ اتفقنا. زين هذا الريسبتر اذا صار به نقص هسه فهمنا احنا من الساعه اذا صار عندنا نقص بالفون والبرند فاكتور راح يصير عندك ديفيشنسي فون والبرند فاكتور
هذا مرض. زين هذا اذا شنو صار، اذا صار بينا نقص شنو المشكله؟ راح يصير عندنا جلانزمان ثرومبوسافينيا، اوكي هذا المرض. زين هذا اللي قلت لك عليه واحد بيه، اذا هم صار بيه شنو؟ بيرنت سولير سيندروم، هم ذكر جابوا هذا. المهم هذا هم يجي جاي اعتقد، وهذا هم جاي. فالمهم ذنها مهمات، قلت لك الواحد بيه هذا مرضه اذا صار ديفيشنسي، شو جاي لك ديفيشنسي اذا نقص عدده، هذا هذا مرض جلانزمان، والفون وول براند فاكتور هذا مرضه. عرفنا البلاتلس اول مره تبطت عن طريق هذا الريسبتر، وراها فرزت حبوب سوت الدنيا سالبه، طلعت لها هاي الريسبترات حتى تربط منه هذا الطوبات الزرق الفايبرونجين. اوكي زين الاخر خطوه اللي هي اجريجيشن، بعدها صارت تبطت وقوت روحها وجت سحبت الفايبرونجين ارتبطوا وياها بهذا الريسبتر 2 بي و3 بي كومبلكس. هسه راح يصير الاجريجيشن اللي هو شنو اجريجيشن؟ يعني وحده فوق الثانيه تطبق بحيث يصير عددها ضخم. ف ادهيشن شوف شوف ورا ما صار عندك ادهيشن، يقول لك ورا ما سويت جرانيول فرزنا، ها راح يجي هسه الاي دي بي ادينوسين دايفوسفاتيز، اوكي اي دي بي بلاتلت سينثيسيس، وكذلك الثرومبوزان اي 2 اللي هو تي اكس اي. المهم صارت عندك عمليه اديشن، صارت عندك اكتيفيشن، هسه الاجريجيشن عن طريق شنو؟ الاي دي بي والتي اكس اي. هذا شنو يخلي مهمات منين فرزن يخلن منه يخلن البلاتلت تظل وحده ترتبط بالثانيه حتى يصير اجريجيشن. زين عندك ومنو يساعدهن؟ طبعا ذن يساعدهن يساعدهن هذا الريسبتر 2 بي و3 اي من يربطن ويا الفايبرونجين. اوكي زين الاي دي بي انتي اكس اي راح كذلك يؤدن الى بروموت، يعني شلون نقول يؤدن الى تكون منه انلارجينج بلاتليت بحيث البلاتليت شوي يكبر حجمه وتظل وحده ترتبط بالثانيه. المهم فهاي كلها بالنهايه هسه لحد هسه هنا تكونت البرايمري اللي يشوف هسه كم تفصيله حكينا، حتى الهدف الواحد انه كوننا هذه. زين سكندري امتى تصير؟ هسه السكندري اقول لك امتى تصير. السكندري وين هي؟ شوف يجي الثرومبين، هسه احنا مسحنا حكينا على الفايبرونجين، ركز من ساعه شنو حكينا هذا الفايبرونجين، هسه نجي للثرومبين. الثرومبين راح يرتبط ويا السيرفيس ريسبتر، ما مرسوم طبعا بهاي الصوره، يسموه بي اي ار اللي هو بروتيز اكتيفيتد ريسبتر. هسه انت عندك هاي عندك هسه هاي مثلا نفس اللون، مثلا نفرض هسه هاي عندك البلاتلتس اللي هي الصفيحه الدمويه، زين بيها فد ريسبتر من ساعه قلنا اخضر وازرق، هسه مثلا هذا ناخذ هذا اللون وردي، مثلا عندك هذا الريسبتر، هذا الريسبتر شنو اسمه باوعله شوفه قدامك، ثرومبين باينز تو بلاتلت سيرفيس ريسبتر، قلنا شنو اسمه؟ بي اي ار. اوكي اكتبه لو ما اكتبه بي اي ار. هذا شنو شغلته؟ يرتبط بيه منه الثرومبين. اوكي ثرومبين زين. فمن يرتبط بيه شنو راح يصير؟ شوف راح يرتبط وكذلك الاي دي بي والتي اكس اي 2 لانهم راح يجني يسوون فد عمليات ويساعدن بالاجريجيشن. فراح المهم راح يصير بلاتلس كونتراكشن بحيث بلاتلس وحده تسحب الثانيه، ظل تسحب وحده بالثانيه الى ان الريفرسيبل فيوز ماس، بعد راح تتكون عندك فد ماس قويه ما الريفرسيبل بعد ما تتفكك، يعني انتهت صارت بهذا الشكل النهائي. فهاي نسميها سكندري هيموستاتيك بلاك. اعتقد واضحه الفكره كلش حلوه بسيطه، بس هذه الصور هاي شفناها. زين الثرومبين هسه هذا اللي نجي شنو شغلته؟ يقول لك يحول الفايبرونجين هذا اللون الطوبات الزرق هذا الاخضر، يحول الطوبات الزرق الى فايبرين. زين ليش؟ حتى تتكون يعني ظل هذا الفايبرين يتكون الفايبرونجين يتحول الى فايبرين عباره عن خيوط تصير الى اخره. فانت تخيل يعني سويت له خثره سويتها نفس الاميره بالضبط وشديتها بحبال فبعد ما تنفتح صارت irreversible. اوكي زين راح نجي على الكواجليشن كاسكيدز. يعني شنو هي الكواجليشن؟ يعني عندك فد فكرته هو حتى هنا بسيط تعريفه، يقول لك فد انزيم يكون غير فعال inactive او precursor يسمونه نحوله الى اكتف، وهذا اللي يتحول الى اكتف راح يكض لي واحد ثاني هم نفس القصه ان اكتف او بريكورسر هم يحوله اكتف، وهذا الاكتف هم يرجع يحول واحد ان اكتف الى اكتف وظل واحد يحول الثاني. فتخيل الفكره بقى، تخيل مثلا عندك هسه مثلا نفرض عندك مثلا بيضه دجاجه مثلا حاليا هي شلون نقول صار لها 21 يوم قاعد عليها الدجاجه، هسه مثلا تريد تفقس، هي كبدايه حاليا ما تستفاد من عندها شيء انت حاليا لا تأكلها لأن بعد هي تحولت وبداخلها طير ما طالع،
فمن تنكسر مثلا البيضة راح يطلع مثلا ولو ولو الصور مو الرسم مو كلش، بس المهم يعني وصلت الفكرة. فراح يطلع لك هذا الطير، فهنا كان شنو غير فعال يسموه بريكورزر أو إنكتيف، هذا راح يصير أكتيف. هاي مثلا تكبر وتتزوج هم تصير عندها بيض، فهذا البيض هم إنكتيف، فهي تقعد عليه 21 يوم ويرجع يتحول إلى طير مرة ثانية صار أكتيف، وهذا هم راح يكبر ويتزوج وهم يجيب بيض وإلى آخره إلى أن هيك القصة. فشوف الكواجليشن كاسكيد هي عبارة عن سلسلة يعني ناجحة من امبليفاينج يعني تضخيمات الإنزيمات، يعني at each step كل خطوة برو إنزيم اللي قلت لك مثلا بيضة بروتيلايزت يعني تحلل إلى أكتيف إنزيم زين which is in turn proteolyzes the next proenzyme. شوف proenzyme يصير بتحليل proteolyzes يصير active، وهذا الاكتيف هم راح يصير proteolyzes إلى انزيم آخر، وبالتالي راح تتكون الهدف النهائي كلش مالته. شنو الهدف إذا إجاك أو تعرف تخلي ببالك؟ الهدف إن أنا أكون فايبرين وثرومبين، ثرومبين ثرومبين والثرومبين والفايبرين، أوكي هن ذن القصة كلها مالتهن اللي أريده. شوف مثلا هسه هنا خلنا ناخذها مثلا إذا تريد تبحث عليها، شوف مثلا هسه اكسترنك باثوي مثلا صار عندك مشكلة خارجية فيعني خارج الدم، فمثلا صار عندك تيشو انجري راح ينفرز تيشو فاكتور ثرومبوبلاستين، راح هذا الأخضر يعني متفعل، وهذا هو أصلا متفعل، فش راح يسوي؟ راح يفعل واحد غير متفعل اللي هو مثلا هاي البيضة اللي قصدي بيضة يعني إيك مو بيضة لونها بيض، ففي آي آي اللي هو 7 فراح يصير متفاعل تشو فاكتور وفي 7 7 في 7 اي او هي سب فاكتور 7 اي اوكي. نفس القصه شوف هذا ما متفاعل صار متفاعل عن طريق في شيء معين، هذا المتفاعل حول شيء هم ما متفاعل الى متفاعل، وهذا ما متفاعل المتفاعل حول هذا ما متفاعل الى متفاعل، وهذا المتفاعل حول ما متفاعل الى متفاعل، وشوف واحد يفعل الثاني زين. فوصلت الفكره زين. الملاحظات مثلا component assembly تجمعات هاي المكونات شنو تتكون؟ تتكون من phospholipid surface and are held together by interaction that depend on calcium ion. احنا مو قلنا لك يصير سالبة وتتكون عندك phospholipid سالبة وتصير مناطق ارتباط الكالسيوم، فهنا وين تصير ذن مكان تجمعاتهن؟ على هذا المكان بالمكان اللي هو شوف phospholipid held together by interaction calcium زين. restriction يقول لك ورا ما هاي ملاحظة ثانية يقول لك ورا ما تتفعل شنو معنى restriction؟ يقول لك unactivated يعني الإنزيمات من تتفعل وتبدأ خطوات واحدة تتفعل إلى كل بالنهاية أنا أحول أحصل على الفايبرين والثرومبين أوكي. فيقول لك هاي العملية تكون يجب أن تكون محكومة بمكان واحد، مثلا تخيل هنا صاير الـ فهنا فقط تصير هاي الكواجليشن فاكتور ما تصير بمكان هنا، أنا ما له علاقة لازم هنا restriction. فهاي ملاحظة ثانية زين حتى ما يصير ان امبروبريت وبوتنشال دانجرس يصير كلوتينج بمكانات ثانيه ما لها علاقه وممكن يصير عندي انسداد والى اخره من السوالف زين. راح نحكي ملاحظه ثالثه انتي كواجلنس يعني فاكتورات راح نحكي اللي نكون شنو انتي كواجلنت يعني ضد التخثر موجودات بصوره طبيعيه. انتي ثرومبينز اللي هو مثلا انتي ثرومبين 3 ذن شنو شغلتين يوقفن الفاكتورات اللي هو مع ثرومبين مثلا والثرومبين شنو خثره فانتي ثرومبين يوقفها وغيرها مثلا بروتيزز مثلا فاكتور هذا 9 10 11 12 هاي تخليها ببالك فتعرف انت الانتي ثرومبين يوقف منه ذن ثرومبين ومال سيرين اذر سيرين بروتيزز اللي من امثله فاكتور 7 عفوا 9 10 11 12 زين. عندك كذلك يبقى شنو مثل الانتي كواجلنت مثلا عندك بروتين سي او اس هي عباره عن فيتامين كي اوكي. شنو يسوون إنكتيف يعني من اسم الانتي كواجلنت يضاف منه الكوفاكتور 7 عفوا 5 هذا و8 فانت لازم اذا جاتك ام سي كيو طبعا تجي ام سي كيو المحاضره اغلبها ام سي كيو فاذا قال لك الانتي ثرومبين شنو يوقف تقول ثرومبين وسيرين بروتيزز اللي هو 9 10 11 12 سي او اس شو وقفن قلنا فيتامين كي ديبندنت يوقفن لك 7 5 و8 تشو فاكتور باثوي انهبيترز وانا مرسوم اعتقد تشو فاكتور هذا ابو علي شوف شو وقف لك 9 فشوفها انكتيف فاكتور 10 و 7 شو سوى تختلف هذه عن هذه ما ادري ليش
هذا سبعة إيه وإلى آخره. شوف هاي بصورة هنا أنا واقف تفعيله زين. عشرة همين باوله، عشرة يوقفه، خلينا هنا زين. فهسه تعرف تشو فاكتور باثوي، احنا مش ساعتها شو فاكتور بس قلنا تشو هسه انهيبيتر مثلا شي يقول لك ان اكتف العشرة والسبعة زين، تشو فاكتور سبعة زين. نجي هنا الى نظام الفايبرولايتيك سيستم. انت هسه تكونت خثرة عندك، انا هسه صارت عندي خثرة وحتى الدم يظل ما شنو يطلع الى الخارج زين. اجى الجسم عالج الوضعية رجع كل شيء طبيعي زين. هنا أنا هاي غير اخلص من عتيل يعني، اذا وقت تجي ممكن ثانيات صفائحات كريات دم حمر على شيء ماشي خلايا فضل تكبر 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 الى اسد المجرى كله، يفضل الدم شنو ما يعبر، فصل ممكن ثرومبوسيس والى اخره مشاكل. فانت شنو هنا فالهدف شنو انت هسه حاليا خلصت كملت، هسه لازم يجي دور النظام الفايبرولايتيك سيستم اللي هو يحللها. فمنو المسؤول عن التحليل؟ البلازمين. اوكي هسه هذا فد عضو جديد انضم للسوالف اللي هو البلازمين، هذا شنو يحلل الفايبرين. فانت الفايبرين منو كونه من الساعة؟ الثرومبين. اوكي خلينا نرجع لها، هذا رايك يا شوف ثرومبين هو يكونك الفايبرين، يحول الفايبرونجين الى فايبرين. المهم انت تعرف هسه هو يحول هاي التفصيله زين. الفايبرين منو يكسره بريك داون؟ يعني اكتب بريك داون البلازمين تمام. ف الفايبرين شوف يتحلل الى شنو ذن المحتويات، مثلا واحد فايبرين سبلت بروتكس اللي هو اسم هذا طبعا اف اس بي اس، فهذا هو عباره عن شلون نقول مشتق من الدي دايمر. فهذا انت من تجي تحلل بالدم وتلقاه موجود بالدم فتعرف ان شنو شافت اكو خثره وجاي تتحلل تمام، تتحلل من الفايبرين. منو حلل الفايبرين؟ بلازمين. اوكي فينطيك فد انديكيتر شوف دايجنوز اب نورمال ثرومبوتيك ستاتس، يعني يحل لك يشوف لك الثروم اذا اكو ثرومبوس الى اخره. من الامراض مثلا ديسيمينيتد انترافاسكولار كواجليشن، هذا بالسيشن اللي وراه راح ناخذه، وديب فينوس ثرومبوس دي في تي، وبولمونري ثرومبوليزم ثاني كلها راح ناخذها بالسيشن الجاي. بلازمين جينيريشن زين، شلون تتكون البلازمين؟ انا هسه عندي بلازمين اللي هو هذا يحل الفايبرين، شلون يتكون؟ يتكون من بروتولايسيس اوف بلازمونيجين. شوف هسه احنا شوف كلهن جين، قلنا الفايبرين منو يحلله؟ يجي من الفايبرونو فايبرينولو جين. اوكي جين هنا انا زين. بلازمين من يجي؟ فايبرو بالعفو بلازمون جين. اوكي اللي هو عباره عن بريكورسر، قلنا بريكورسر يعني تخيلها مثل البيضه ما تتفعل زين. منو يفعله؟ فاكتور هذا شنو رقم 12 اور بلازمين جين اكتيفيتر. فانت اذا يقول لك البلازمين من يجي تقول له من البلازمين جين زين. منو يكسر البلازمينوجين الى بلازمين؟ هسه احنا بعد من ساعه اخذنا قلنا الفايبرونوجين، شوف هنا الفايبرونوجين يتحول الى فايبرين عن طريق الثرومبين زين. هسه انت عندك ال وينو عندك البلازمين، البلازمينوجين يتحول الى بلازمين عن طريق شنو؟ فتقول له عندك هو اذا قدامك بلازمينوجين اكتيفيتر فاكتور 12 زين. منو امثله على البلازمينوجين اكتيفيترز؟ منطق تشو تايب بلازمينوجين اكتيفيتر اللي هو تي بي اي او يو بي اي اللي هو يوروكاينيز لايك بلازمينوجين اكتيفيتر وتريبتوكاينيز، هذا ثلاثة طبعا. يعني هنا ما اكذب عليك كان تحفظ عندنا مهمات تجي ام سي كيو زين. ريجوليشن اوف بلازمين، الموضوع اسمه ريجوليشن اوف بلازمين، يعني شلون تتكون يعني تنظيمها، يعني تنتظم تتكون بنسب صحيحه يعني. فشوف يقول لك حتى تمنع ان البلازمين تتكون بصوره هواي، والبلازمين إذا تكون يظل يحلل الخثرة، وأنت إذا ظل يحلل يحلل يظل يصير عندك نزيف دموي، فلازم أنا منظمه زين. شوف indiscriminately اللي هو بسرعة عشوائية، فيقول لك البلازمين من أنا جاي أكونه؟ سمو بلازمينوجين وحولناه لبلازمين وهاي قلنا تشو أكتر وإلى آخره، بلازمينوجين اكتيفيتر وحكينا يوروكاينيز تي بي اي ولا بروستوكاينيز زين. يقول لك متى تكون انت بلازمين؟ راسا راح يرتبط، ما اخليه يفتر، يعني اذا افتر يسوي لي مشكله. فهو راسا كومبلكس وذ سيركليتنج الفا 2 انتي بلازمين، يرتبط ويا هذا بحيث يخليه ما يشتغل شغله الصحيح زين. ومن يرتبط راح يصير غير متفاعل، وانا بعد من احتاجه افصله عن هذا ويشتغل زين. بعد
يقول لك منها مثلا بلازمين جين اكتيفيتر انهيبيترز، فانت هسه هنا صارت عندك اكثر من موضوع وعندك خل نرجع لها حتى شوي تربط وياها. قلنا الفايبر البلازمين شو يسوي؟ يفلش الفايبرين الى منو فايبرين سبلت برودكس، زين، واقدر احله بالدم حتى اعرف اذا اكو عندي امشكال واب نورمال ثرومبوتيك ستيت والى اخره. البلازمين اللي هو يحلل الفايبرين مين جاي؟ من البلازمينوجين. زين، منو فلش البلازمينوجين وسوى بلازمين؟ قل له فاكتور 12 بلازمينوجين اكتيفيترز امثل عليها تي بي اي يو بي اي ستريبتوكينيز. زين، الريجوليشن من ينظم الريجوليشن؟ قل له البلازمين بس يتكون يرتبط ويا سيركليتنج الفا 2 انتي بلازمين. زين، يقول لك بعد اكو غيرها مثلا ما مثلا ما تريد تربط اكو شيء ثاني، اكو تقول له اكو فشي اسمه بلازمين جين اكتيفيتر انهيبيترز. احنا من ساعه ذكرنا بلازمين جين اكتيفيترز اللي هو هذا شنو يفعل لك بلازمين، بس هنا انهيبيتر يعني يوقفه، اوكي، حتى ما يضل يتفعل ويشتغل بكيفه. زين، هذا يبدأ يقول لك هذا مرات يزداد من يصير عندك بالانفلاميشن سيفير انفلاميشن ويظل يتكون هواي الى اخره، ممكن انكريز الانفلاميتوري سايتوكاينز وممكن يكون لك ثرومبوسيس. خلي لك ملاحظه يعني هاي. زين، خلصنا الجزء الاول من المحاضره، نجي الى الجزء الثاني. انت هسه عندك ثرومبوسيس. الثرومبوسيس هي شو نقول؟ مثل الخثره، بس شنو هي؟ اشبه بالكلوت، بس الكلوت شنو كانت؟ ان تسد المكان حد ما نصلح الصيانه ونشيلها بعد تروح. الثرومبوسيس ممكن يسد لك يعني يسد مجرى الدم كله، تمام. زين، انا هسه من صارت عندي فد ثرومبوسيس، ثواني بالله، نرجع الى موضوعنا. هسه انا مثلا قلنا هاي التخثر، اوكي، اللي هي بس هاي شنو الحالات الباثولوجيكال. احنا مو حكينا بالبدايه المحاضره قلنا اي ديفيشنسي او زياده، اذا ديفيشنسي راح يصير عندي نزيف مستمر، واذا زياده راح يصير عندي التخثر او التجلط، اوكي. فقلت لك ما شوف رجعت باثولوجيكال كاونتر بارت للهيموستاسيس، يعني هو عباره عن حاله باثولوجيكال مرضيه من الهيموستاسيس. صار بي مشكله منها احد هاي العوامل اللي سولفنا عليها، فصارت عندي مرض منها يعني حاله مرضيه اللي هي ثرومبوسيس. زين، هي شنو؟ تكون انت بلود كلوت، بس هاي مشكلتها انتاكت فيزلز، ممكن تسد لك الفيزل. زين، شنو الاشياء الثلاثه اللي صارت بها مشكله وتؤدي لك الى تكون هاي؟ حسب فيركوز تريد، هي ثلاثيه فيركو اللي هو اسم العالم يعني بالنسبه للعالم. شو يقول فيركو؟ يقول لك خلينا نفهمها بالصوره، وهسه تالي راح نسولف عليها بصوره بسيطه. انا هسه هاي عندي بالنص هاي الثرومبوسيس، يقول لك جاي من ثلاث اشياء ممكن سبب. اول وحده بسيطه اندوثيليال انجري، صارت عندك اصابه بالاندوثيليال، صارت كلوت والى اخره، فالمهم صارت عندك مشكله ممكن تؤدي لك الى الثرومبوسيس. هاي هسه فهمنا الاولى. اب نورمال بلود فلو، مثلا دم ما جاي يمشي بصوره صحيحه مثلا، او صار بطء بي يعني يمشي شو نقول لزوجه صايره الى اخره، فممكن كذلك تكون لك الثرومبوسيس. طبعا هاي يصير بالفين مرات اكثر شيء. او عندك هايبر كواجولاتي، يعني مثلا هذا البلازمينوجين اكتيفيتر من الساعة اللي هو يعني الى اخره تونا قلنا كل شيء تونا حكينا شوف الثرومبوسيس ان سيفير انفلاميشن. فالمهم يعني يصير تخثر، بس تخثر زايد عن الحاجه كلش كلش هواي تخثر، فراح يسبب لك ثرومبوسيس. مو هنا وسكت فيركو العالم فيركو شو يقول؟ يقول الاندوثيليال انجري صحيح تؤدي لك ثرومبوسيس، بس شنو تقدر مرات هاي الاندوثيليال ممكن تسوي لك هايبر كواجولاتي، اوكي. فانت تخيل الاندوثيليال نفسه تسوي لك هايبر كواجولاتي، والهايبر كواجولاتي ترجع تسوي لك ثرومبوسيس. ويقول لك الاندوثيليال انجري مو بس تروح منها، ممكن تؤدي منها، ممكن شوف هذا السهم جاي منها، ممكن يسبب لك ابنورمال بلود فلو، والابنورمال بلود فلو شو يسوي لك؟ ثرومبوسيس. الاندوثيليال انجري ممكن يؤدي لك ابنورمال بلود فلو، والابنورمال بلود فلو يؤدي لك الى الهايبر كواجولاتي وتؤدي الى ثرومبوسيس. فانت افهمها واحفظ الرسومات، فمن تحفظ الرسمه تعرف ان هذا يؤدي الى هذا، هذا ممكن يؤدي الى هذا ويصير هاي، هاي ممكن تؤدي الى هاي ويصير هاي، وممكن هاي تؤدي الى هاي بس تودي الى هاي وتؤدي الى هاي. هاي صارت واي، هاي حاول تركز عليها وتحفظها. زين، هي هسه راح نحكي هسه بالنسبه للاندوثيليال انجري، يعني بين قوسين انت صار عندك فد كسر او يعني انجري اصابه بالاندوثيليال طبقه الاندوثيليال مال فيزل، اوكي. يقول لك بارتيكولاري مثلا بالهارت بالقلب او الارتريز،
الارتريس ممكن يقول لك ثرومباي اللي الخضره ممكن او الجلطه ممكن تصير وين، ممكن بالكارديا تشامبرز اللي هو ممكن يعني بين قوسين بالعربي الغرف مال القلب، احنا مو عندنا اذنين وبطينين عندنا الغرف، فممكن هنا تصير خثره مثل منو ورا ما صار عندك جلطه قلبيه لا سمح الله. اوكي يقول لك dysfunctional endothelium يعني هاي الحاله الاولى. هسه شفتها من الاندوثيليال انجري ممكن تجيك من انجري ممكن مثلا بالهارت والارتريس، يقول لك لا ممكن الاندوثيليال طبقه الاندوثيليال ما جاي تشتغل بصوره صحيحه، مثلا صار عندك هايبرتنشن. اوكي هايبرتنشن يعني زياده الضغط يعني متقلصه، ف الهايبرتنشن شنو يسوي لك مشكله؟ انه يسوي لك واي برو جواجلانت يعني شنو يؤدنا الى التخفي اوردن البرو فتعملنا احنا ميزان لسه، فيصير عندك اكثر بلاتلت ادهيشن وفرست تيشو فاكتور والبي اي بلازموجين اكتيفيتر والى اخره، فبالنهايه راح تؤدي لك شنو؟ زادت الميزان عن الانتي كواجلنت. فانت منو هسه المترجح المن للبرو اللي هو يعني شنو هسه راح يصير تكون خثره، فتتكون خثره تتكون خثره ف راح يصير عندك الثرومبوسس. فانت هسه الاندوثيليال انجري اما عندك مشكله هي الاندوثيليال انجري نفسها الطبيعي بس تؤدي الى شنو ثرومبوسس، ممكن يصير قلنا بالهارت والارتريس، او مشكله عندك مثلا بالهايبرتنشن مثلا انت عندك ميزان بين البرو والانتي، بس هنا صار عندك شنو هيك الميزان بحيث منه زاد البرو اللي هي منه سولفنا بلاتليتس هذا شيء تشوف اكثر بي اي يزداد على اكثر من الثرومبوديولين جي اي 2 تي بي اي فبالتالي يؤدي الى الثرومبوسس. ففهمنا اول فكره ان ديس هاي شلون ادت الى الثرومبوسس. زين التريشن ان نورمال بلود فلو نفسه نورمال بلود فلو اوكي، فتيربولنس كونتريبيوتس تو اذا صارت في المشكله يعني بالدم ما جاي يتحرك بصوره صحيحه في الدم يعني مثلا انت عندك هذا الفيزل فالدم هذا طبيعته يمشي مرات يصير بمشكله يعني شيء قلوب يرجع منه المهم يصير عندك في المشكله، فهاي المشكله راح تؤدي لك ممكن تسبب لك شنو تسبب لك ممكن اندوثيليال انجري شو او ديسفانكشن. فتشوف انت هذا هسه حاليا ادالك الى هذا، وهسه من ادالك هذا عرفنا شلون يعني ممكن اذا قلت لك هاو ابنورمال بلود فلو يسبب لك ثرومبوسس، قلت لك ابنورمال يؤدي لك الى تيربلنس يصير بالبلود فلو فيسبب لك اندوثيليال انجري، واذا صار اندوثيليال انجري نرجع للسلايد القبل وعرفناه. زين او ديسفانكشن تونا فهمنا. زين مرات لا الدم يمشي بصوره بطيئه ايضا، فمن يصير هنا مشكله اذا مش الدم بصوره بطيئه يعني لزوجه صارت عنده، واذا صارت عنده لزوجه كريه دم حمراء يمين حمراء يم حمراء يم حمراء واحده بصف الثاني فتسوي لك شنو خثره 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 الى ان صار عندك ثرومبوسس. طبعا هاي اكثر شيء شوفها انت بالفينوس اوكي ثرومباي هايبر هسه هاي تمنا تيوبرلنس ممكن تؤدي لك الاندوثيليال هايبر فيسكوسيتي يعني اكو امراض مثلا تزداد عندك كريه دم الحمر يسموها بوليسايثيميا، فمن يصير عندك هواي كريات دم حمر والدم يريد يدفع هنا عندك تخيل انت يعني شارع وهواي سيارات فالدم ما يقدر يتحرك ما يقدر يتحرك فيبطئ سرعته، فمن صار عندك بطئ سرعه صار عندك حاله الاستيسيس وصار عندك ثرومبي. اوكي ممكن مثلا كريات دم الحمر شكلها غير طبيعي مثلا سيكل سيل انيميا، فهم يسوي لك انسداد باللومن اللي هو شنو اللي هو التجويف اللي هو يمشي خلال الدم، فصل عندك قلت لك ستيسيس وممكن تؤدي لك الثرومبوسس. فاحنا هسه عرفنا الاندوثيليال اما يصير عندك انجري شوف او ديسفانكشنال مثل هايبرتنشن وتزداد الميزان، الالتريشن ممكن تؤدي لك الى اندوثيليال انجري عن طريق تيبريدنس او يصير عندك هايبر فيسكوسيتي مثلا حالات مرضيه. زين نجي الى الهايبر كواجولتي، يعني يقول لك الهايبر كواجولتي از ديفايند از اني التريشن اوف ذا كواجولنت باثويز، يعني فد اي مشكله انت مو هسه حكينا هاي من الساعه الباثويز وين هي هذا الطريق، فهي مشكلة بي ممكن شنو تسبب لك؟ تسبب لك hypercoagulability، والhypercoagulability هي طبعا تخيل الوحيدة هي اللي تؤدي إلى thrombosis، لا تؤدي لها منها ولا منها، هي بعد كناتج نهائي. فـ it can dive into primary، يعني أسبابها ممكن تكون primary وهيجينية، أو secondary لا، شخص مكتسبها يعني بسبب عادات سيئة. فالhypercoagulability هاي طبعا هاي الأولى، hypercoagulability الثاني ممكن بسبب arterial or intracardiac thrombosis. But is important underlying risk factor for venous thrombosis. ما له علاقة يعني. يقول لك ممكن تكون بالارتري أو ممكن بالفين. أوكي. فالمهم البرايمري بعد شوف هاي الأشياء اللي هي جينيتك. قلنا برايمري يعني جينيتك يعني أشياء وراثية. بروتين سي ديفيشنسي، إس ديفيشنسي، أنتي ثرومبين ثري ديفيشنسي هذا يعتبر رير. كومون يعني هذا الشائع. هذا اللي قدامك. ما أدري مطلوب أو لا يعني كل سنة دكاترة شيء. زين السكندري هاي قدامك قلنا شنو السكندري انه شلون تكون ثانوية انت مسويها بسبب يعني صارت عندك جلطة قلبية تش انجري كانسر الى اخره من الامور، فهاي الهاي ريسك وهاي اللور ريسك.
اعتقد انا حطيت نفس اشوف هاي السكندري مره ثانيه، اشياء تكون هاي ريسك يعني مرشحه جدا انها تسبب لك لا سمح الله هايبر كواجولتي، وبالتالي شو يصير عندك ثرومبوسس. هاي واحد نشوف منها بقى، هذا اللي يظل موجود بالفراش او ما يتحرك هوايه كلش دائما بالفراش بالفراش، فهنا الدم شلون نقول يظل يتحرك بطيء بطيء، وممكن يصير عندك حاله الاستيسيس. طبعا انا الاستيسيس هاي حكيتها اعتقد متاكد بالسيشن السابقه، وقلت لك مهمه هذه كتعريف. اوكي وهاي قدامك، وهاي اللي هو الريسك، هاي يعني ان احتماليه هي تسبب لك ثرومبوس هايبر كواجولتي وبالتالي ثرومبوسس، بس احتماليه اقل من هذن بالبرتقالي. اوكي هاي قدامك سموكينج، شوف يعتبر من اللي هو الريسك، لكن ما زال انه يؤدي لك الى تحصيل الهايبر كواجولتي. زين مورفولوجي اوف ثرومبي، زين شلون تتكون عندك، او مورفولوجي هو علم التشكل مال الثرومباي، يقول لك الخثره تتكون باي جزء من الجهاز الكارديوفاسكولار سيستم. اوكي بالكاردييك تشامبر الغرف، او بالفالفات، بالاتري، بالفين، بالكابلاريز الى اخره. الحجم والشكل مال الثرومبوس يعتمد على مكان الخثره، يعني وين تكونت الخثره، باليد، بالرجل الى اخره، وسببها شنو سببها، وعرفنا احنا شنو ثرومباي اسبابها، قلنا هذا مثلث فيركو الى اخره. هنا انا اريدك تعرف تنتبه على شغله، يقول لك من تتكون خثره، هنشوفك صورة هنا قريبة جي باو. نتخيل مثلا هسه انت هذا عندك هنا قلب، راح احاول اوصل بس الفكرة، وهذا مثلا شريان خرج الى الخارج مثلا، هاي شعيرات دموية، وهذا الوريد يرجع مرة ثانية الى القلب. يقول لك طبعا حسب ما قريت، يقول لك مرات بالشريان يصير عندك في المشكلة مثلا انجري الى اخره، يعني تخيل اكو طيسة صارت، فتجي هنا الخثرة تبدي تتكون، فتبدي تكبر شوي شوي، طبعا الدم شنو اتجاهه من هنا، اوكي ويرجع للقلب. زين يقول لك متى تتكون الخثره هنا، مثلا اكثر شيء شائع عن الارتري انه مثلا يصير عندك انجري، فتبدي تتكون هاي الخثره، فيظل هنا تجتمع الخثره وظل اتجاهها هكذا بهالطريق، يعني عكس، شوف اتجاهها عكس البلود فلو، فيسموه ريتروغريد. اوكي فاذا سالك الاتجاه مال الثرومباي بالارتري شنو يكون، قل لي عكس الاتجاه الدم ريتروغريد. اوكي زين بالفين يقول لك الفين مرات يصير عنده مشاكل الستيسيس، ثاني مساحه قلت لك اياها، شوي الدم يكون بطيء مثلا، فتتكون خثره الستيسيس، مرشح ان تكون لك خثره، يعني تسوي لك التريشن ان بلود فلو اللي هي احد مثلثات هاي تونا قلناها، مو هاي تونا قلناها، شوفها صارت ستيسيس، فتؤدي لك الى ثرومباي، فمتى تتكون ثرومباي، فتجي تظل تشكل هنا وتظل تندفع وتروح ويا الدم. فانت اذا تلاحظ هنا الثرومباي هنا اول شيء شنو بالارتري شنو شكلها، تكون عكس عقار، عكس مو عكس عقارب الساعة، تكون هي عكس عقارب الساعة، بس شنو المهم تكون عكس اتجاه الدم. اما هنا من تكونت الثرومبي شنو راح يكون اتجاهها، مع عقار مع اتجاه الدم، فشوف هاي خليها يمك ومهمة. arterial thrombi retrograde direction يعني اتجاه معاكس للبلود فلو، اما الفين فمع اتجاه الدم. طبعا شوف هاي مخلي لك امبورتنت يعني متعمد هنا خليت امبورتنت كلش مهم. زين يقول لك الثرومباي ممكن تشوفها يعني من بعد الفيزل، يعني تجي تشرحها تلقى اكو ممكن تشوف اكو لامينز، يعني شو مثل الخطوط صايره شو بالضبط، تجي تلقاها تشوفها جروسلي، يعني جروسلي يعني بعينك مايكروسكوب مايكروسكوب، شنو نسميها الخطوط لاينز اوف زان بالنسبه للعالم زان. اوكي لاينز اوف زان، فشنو شكلين يعني مثلا بيل، شنو هاي الخطوط هي عبارة عن شنو، يقول لك عبارة عن بيل بلاتلس صفيحة دموية شاحبة وفايبرين، طبقات من الفايبرين. اوكي وذ داركر، والمناطق شوي تشوفها اثخن كلش، تكون هاي المناطق بها واي سيلز اللي هي ار بي سي والى اخره. ذن شنو فايدتهن، هنا مهمة هذا طبعا يجي سؤال شنو فايدة لاينز اوف زان، قل له هنا يفيد انك من يموت الشخص، يقول انا من حسب ما قريت من تلقى هاي الخطوط معناها شنو الشخص صارت عنده الخثره قبل لا يموت، فيعني ممكن تعرف انه حسب وفاته انه سبب الخثره. زين اذا ما لقيتها يقول لك معناها هاي الخثره تكونت ورا ما مات، ورا ما مات صار الدم قليل يتحرك فسوى احد فيركو تريتس وصارت عندك خثره، فما صار يعني بعد صارت خطرة بس ما تحركت لين هو ميت فما تشوف الخطوط، اما اذا هو عايش وصارت الخطرة فظل تدفع وتصير عندك هاي لاينز اوف زان. انتباه هو خلى ملاحظة مو شرط انه يعني اذا هاي الخطوط هي فقط قبل لا يموت، قبل لا يموت نسميها انتي مورتر، ورا ما مات نسميها بوست مورتر.
اوكي ممكن هو ورا ما يموت هم يصير في مشكله، بس نادره تكون انها تلقى الخطوط، وهاي الخطوط تقول هاي شنو قبل لا يموت صارت، لا تلقاها تالي ورا ما تسوي تحليلات اكثر تلقاها بوست مورتم. ما دخلنا التفاصيل احنا هاي، بس اهم شيء تعرف ان الفائده منها ديستنكويش، يعني تفرق ان هذا الوفيه قبل الثرومب، ان الخضره تجلط صارت قبل الوفاه وبعد الوفاه. تمام زين. هنا كمقارنة سريعة يقول لك الأرتيريا تكون كثيرة بالبلاتلس، إذا الثرومب تلقاها بالشريان تلقى بها بلاتلس هواي زين بسبب الاندثيليال انجري، وبالتالي يصير عندك بلاتلت اكتيفيشن. أما بالفين اللي هو فينس ثرومباي هي اسمه الثاني، هنا يجي كم سي كيو أوكي يسموه فليو بوثرومبوسيس أوكي، فهاي بروجريت سوم ديستنت توورد ذا هارت making قلت لك شفت تجي مع اتجاه القلب making them prone to give rise to emboli اوكي انا حكيت اعتقد مع الاتجاه شوف اي حكينا قلنا بالشريان هاي وهاي الرسمه اوكي زين. راح يحكي شويه عن الفين ثرومباي من تتكون الخثره بالفين، يقول لك شوف مين تجي السبب الاساسي، اذا سالك طبعا اعتقد اكو سؤال بالورك بوك يقول شنو السبب الاساسي مثلا برايمرلي جاي مين الثرومبي بالفين بالوريد، تقول له بسبب الاكتيفيشن اوف كواجليشن كاسكيد، والبلاتلس تلعب دور ثانوي. البرايمري مشكله البرايمري هي جايه من الكواجليشن كاسكيد، اما ثانوية هي جايه من البلاتلس اوكي. المهم هاي الثرومبي راح تخلي الفين سلاجش شلون يمشي بطيء يعني، وبالتالي يحتوي على ار بي سي اكثر. فتشوف الثرومبي لونها شنو احمر بسبب ان هي تكون دم يمشي بطيء بالفين صار، وهي ويجي هي خثره ويجي الار بي سي تريد يندفع وتلقى هنا شلون الكره الكبيره فضل تلزق بيها فتلاقيها لونها ريد او ستيسيس يعني تمشي بطيء ثرومبي اوكي. ذا فينس وين اكثر شيء تشوفه هاي الخثر او تجلطات مال الشريان، ركز مع العفو الوريد جاي نحكي باللور اكستريميز يعني شنو برجلين 90% من الفينس ثرومبس هي تلقاها تصير عندك باللور اكستريميز، وبالسيشن الثاني راح السيشن الجاي يعني راح نحكيها ان شاء الله. ملاحظه الثرومبي اذا تشوفها بالهارت فالفز اللي هي صمامات القلب، اذا شفت اكو ثرومبي شنو نسميها فيجيتيشنز اوكي، مو فيجيتيريان، فيجيتيريان يعني نباتيين، فيجيتيشنز اوكي تجي هاي ام سي كيو. فد مقارنه سريعه ما بين الثرومبي الموجوده بالشريان والوريد، بسبب هنا أنا مثلاً جاية من رابتشر بالآرتري أوكي أو أريثيروسكليروتيك بلايكس، هاي السيشن الجايات راح نحكي عنها. هاي ممكن بسبب مشاكل فيركوز ستريت نقلنا الستيسيس وإلى آخرين. اللوكيشن ممكن نشوفها بالليفت هارت شامبرز والآرتريز، أنا مو قلت لك مثلاً هذا القلب، أنا رجع للرسمة وين الرسمة مو قلت لك بالآرتري ترجع هيجي عكس الدم وراح ترجع هنا منه، هذا الجزء هنا موجود بالابهر الجزء الايسر من القلب، شوف ممكن شوف هنا الليفت اوكي ليفت تشامبرز ارتريز، هنا انا تلقاها بال فينوس ساينسز اوف ماسلز اند فالفز اوف فينس، يعني هاي اكثر شيء المشهورات هاي قلت لك بالرجلين زين. الديزيز الامراض المتعلقه بها مثلا اكيوت كورونا سيندروم اكيوت الى اخره، هاي ديب فينوس ثرومبوزيس وبولمونري امبوليزم اكثريه يمكن راح نشين بالسيشن الجاي اللي هو اثيروسكلروسيس. الجزء الثاني من الهيموس هذا الحلقه مال اليوم عندها جزء ثاني اللي هو سيشن ثاني واثيروسكلروسيس، اذا راح نحكي شنو تتكون اكثر شيء ارتيريال تلقى بليتلس مساحه حكيناها العفو، اما الفين تلقى بها فايبرين اكثر زين. التريتمنت شنو هاي الادويه ميلي انتي بليتلس ايجنتس مثل اس اي اسم عام مثل اسم يعني عام الى مثلا مختصره يعني مو مختصره يعني من الادويه منها اسبرين والى اخره وهذا الدواء الاخر، اما الفينس تنطيها انتي كواجلانت. اهم شيء تركز انت احنا اكثر شيء تلقى بلاتلس فتنطيها انتي بلاتلس، بالفين تلقى اكثر شيء فايبرين فتطي انتي كواجلانت مثل هيبارين والفورفرين. تمام تمام زين. شنو عندك هسه انت تكونت عندك خثره زين، شنو راح يصير بها هاي؟ اما يصير بها بروجبيشن يعني شنو راح تظل تكبر بالحجم، يظل يجي فايبرين والبلاتلس فهمناها وظل تكبر 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 الى انسد اللومن، هاي يسمى بروجريشن. او امبوليزم يعني جزء من عندها هسه هاي وين هي البروجريشن شوفها شلون ظلت تكبر حجم، او يصير بيها مثلا امبوليزم بحيث يعني ينقطع جزء من عندها ويروح مع مسر الدم وممكن تروح وين بالرئات فصير يسموها امبوليزم اوكي زين.
ممكن ديسوليشن يعني تتكون. بشوف الثرومبوس از نيولي فورمد، اذا توها متكونه هاي الثرومبوس فراح يتفعل الفايبرولايتيك فاكتورز اللي هو السيستم تونا قلنا اللي هو يحللها حتى ما يبقى، فراح يصير شرنكش يعني تصغر بحجمها وتختفي تروح. زين اذا الثرومبي قديمه يعني مو توها جديده، فيقول لك من راح تكون كثيره بالفايبرين، وبالتالي تكون صعبه انها تحللها، فبالتالي ما الجسم ما يقدر يخلص منها، فانت تقدر تخلصها تعطي ادويه هي فايبرولايتيك ايجنتس عده امثله عليها وتخلص منها. زين اكو اورجانيزيشن اند ريكوجنايزيشن، يعني الخثره اذا تكون قديمه وموجوده ومشلبه بهذا المكان فراح تجي عده خلايا، منها الاندوثيليال سيلز، سموث ماسل سيلز، الفايبروبلاست، راح يجن هاي الخثره ويظلن يشون نقول يعدلن بشكلها، بحيث يعني هو كانه تخيل عندك طريق وطاح الطابقه من جبل، فتجي عمالي يظلون يفلشون بيها ويعدلون بيها بحيث شنو الطريق يكون يترتب بحيث الناس يقدرون يعبرون. ونفس الخثره هاي تكونت نسويش فتحه، شلون اسوي الفتحات الصغيره يعني بلود فيزلز داخله، شوف وير نيو فيزلز وذين ذا ثرومبس تتكون. فهاي العملية يسموها organization اللي هي يعدلون فلشون بها، ومن أسوي داخلها blood vessels جديدة نسميها recanalization. أوكي وهاي شكلها، شوف عدل شكلها شوية، يعني هاي organization عدلتها على شكل الفين وسوي لها فتحات هنا اللي vessels يسموها recanalization. أوكي شوف recanalization هي بالبداية هي شكلها، فأنا أجي هنا أسوي لها organization على الشكل كامل وأفتحها يعني بهاي فتحات حتى شلون تخيل مثل الدم يظل يعبر من خلالها. تمام فانت أربعة، اما تصير يكبر حجمها او تنكسر وتروح بغير مكان او تروح كلش، وقلنا اذا جديدة الجسم يخلص من عندها، اذا قديمة ما تقدر يروح يوديها لان فايبرين اكو واي عالي، فتعطيها انت ادوية من الفايبرولايتيك ايجنس للمريضة وتخلص منها. اورجانيزيشن شوف هيك شكلها تكبر ونسوي لها فتحات. شكرا جزيلا، اتمنى المحاضرة كانت بسيطة، اذا عندكم اي استفسار ان شاء الله سألوه. مع السلامة طلاب.